تجارة عين شمس ولا حلوان؟ مع العلم ان عين شمس فيها قسمين بس وحلوان 8 اقسام، ان شاء الله فيها مليون يا يحيى. هي الفكرة انت حابب ايه؟ يعني هل مثلا في حلوان قسم انا حابه ومش موجود في عين شمس؟ ساعتها اقول لك ادخل جامعة حلوان، لكن انا مش محدد. انا بصراحة هدخل يعني ممكن ادارة اعمال والاثنين موجودة في الجامعتين، او هدخل محاسبة والاثنين موجودة في الجامعتين، فمفيش حاجة فايتال او حاجة اساسية اقدر احدد بيها. طب ساعتها احدد ازاي؟ نصيحتي، ودي نصيحة مصطفى عطية، اللي اقرب لبيتك. تقول لي يعني عادي بقى الدنيا سهله دلوقتي؟ لا، ليه سبب؟ لان جامعه حلوان وانت مثلا وناخد ساكن في العباسيه، جامعه عين شمس خلاص شارعين واوصل. لا، جامعه حلوان عشان قالوا لي حلو. انت مش عارف طبعا حلوه ليه ووحشه ليه. يلا رحت راكب ومترو وشوار طويل، ساعتين رايح وساعتين جاي في المواصلات والزحمه والعرق، بعدين يجي ايام يهو لسه هنزل، غير لما دي جنب بيتك. فالاقرب لبيتك ده بالنسبه لي هيكون افضل، هتحضر اكتر، تحضر سكاشن، تعرف تروح قبل بالليل، في حاجات كتيرة هتساعدك. ثانيا هيكون عندك القدرة انك تأدي الأداء الأمثل، تجيب تقديرات عالية and so on. وده معيار المفضلة يحيى، ودي وجهة نظري، ولك أن تقتنع ولك ألا تقتنع، وبالتوفيق ليك.